بسم الله الرحمن الرحيم على الأمين. مساء الخير مرة ثانية أحبائي. لقاء جديد مع دراسة في العهد القديم وشخص ربنا يسوع المسيح في العهد القديم. احنا أخذنا داود النبي مرتين، وطبعا ده مش كفاية، لكن أنا بس منحاول نفتح البيبان، وكل واحد هنا بقى باجتهاده مع روح الله ومع الكلمة يقدر ياخد أكتر وأكتر من غنى كلمة ربنا في شخص ربنا يسوع المسيح. هفكركم بالآيتين المحوريتين، إنه ربنا يسوع المسيح في لوقا 24 فسر الأمور المختصة في جميع الكتب من أول موسى والتوراة والأنبياء والمزامير، وإنه فتح أذهانهم ليعرفوا ليفهموا الكتب. النهاردة هناخد شخصية يمكن غير معروفة في العهد القديم أو غير مطروقة يعني أو في العهد القديم، هي شخصية بوعز. في سفر ما بين سفر القضاء وسفر صمويل الأول هو سفر رعوث، ورعوث سفر يمكن في سفرين بس في العهد القديم سموا بأسماء سيدات، رعوث وأستير. رعوث أممية مؤابية من مؤاب، وأستير طبعا يهودية، والله قصد أنه يجمل حضوره من خلال السيدين العظمتين دول رعوث وأستير. لكن سفر رعوث أربع أصحاحات، وسفر رعوث قصة تبدو في الأول مأساوية جدا، قصة أليمة جدا، قصة فقد، قصة ثلاث أرامل أو أرملتين بالأصح هما اللي كملوا السكة، فقدوا كل شيء، الزوج والسند والحبيب، فقدوا كل حاجة، وفجأة برجوعهم لبيت لحم أرضهم الأصلية يقابلوا الشخص اللي بيغير كل الحياة، بوعز أو ربنا يسوع المسيح. فأنا بدعو كل واحد فينا حاس ان حياته ما كانتش قصة حلوة قوي، يمكن بوعز لما يقابلك ويقابلني مش بوعز الجميل اللي في السفر، لكن بوعز الحقيقي، ربنا يسوع المسيح يغير ويحول ويملأ الحياة اللي كانت شكلها جافة وبلا اي ثمر يملأها بثمره هو. سفر الرعوث حصل في عصر القضاء، وزي ما قلنا بكده عصر القضاء كان عصر من أسوأ العصور، دارت ترك الله، تسليم للأعداء، الصراخ لأجل المخلص، مخلص يجي أو القاضي، وبعدين تاني الشعب يرجع إلى عادته ويفعل كل واحد ما يحسن في عينيه. في السفر بدأ أنه حصل جوع في بيت لحم، وتحركت العيلة، أبي مالك ونعومي وأولادينهم الاثنين محلون وكليون راحوا بلاد مؤاب، ومؤاب معروفة ان هي بلد يعني من الشعوب اللي ضد الله. مؤاب هو ابن لوط، مؤاب معناها من هو أبوه اللي كان بسبب زواجه ببنته جاب مؤاب، فمدينة كانت مشهورة قوي بالخطية الجسدية. راحت العيلة هناك، قعدوا فترة طويلة بحثا عن الرزق والأكل، مات أبي مالك ومات محلون ومات كليون، وفضل ثلاثة، نعومي زوجة أبي مالك وزوجتين رعوث وعرفة، والاثنين قرروا يرجعوا مع الأم إلى البلد الأصلية. في وسط الطريق عرفة قالت لأ أنا هرجع، بمناسبة عرفة معناها رقبة، ودايما إشارة كده إنه الرقبة بتشير إلى المشيئة يعني، فهي مشيت في النص وبعد كده قالت لأ أنا مكملة، غيرت رأيها غيرت اتجاهها. لكن رعوث قالت لنعومي الكلام الجميل ده، فرعوث 1:18 بتقول لها أو 16، فقررت رعوث لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبتي أذهب وحيثما بيتي أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما أموت وهناك أندفن،
حيثما مت أموت وهناك أندفن. هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. وهنا أظهرت رعوث عهد والتزام والتصاق بنعومي. وده درس صغير كده للحموات، والتنشن دائما اللي بين الحما وزوجة الابن، انه رعوث حبت اله نعومي، شافت في نعومي ام، وشافت اله نعومي ده بيعمل ايه، وراتولها في ارض الغربة كمان. لكن مش ده موضوعنا الاصلي، تعال نخش لما رجعوا على بيت لحم. الكتاب يقول لفظ جميل قوي في اخر الاصحاح الاولاني، يقول فرجعت نعمة ورعوث المؤبية كنتها معها التي رجعت من بلاد مؤاب، ودخلت بيت لحم في أثناء حصاد الشعير. بالمناسبة عيد العنصرة، عيد الخمسين عند اليهود، عيد الحصاد أو تقديم بواكير الحصاد، بيقرأ في سفر رعوث لأنه قصة حصلت وقت حصاد الشعير. وساعات ربنا كده يقوم بعت لك حاجات تفرحك حواليك حتى لو بالعين، ان هم راجعين من بعيد وشافوا الارض، الحصاد بيخلي الارض لونها جميل. فاذا كان ربنا بيحاول يفرحهم من بره بالمنظر الطبيعي من بره، زي ما قال الكتاب كده، السموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، وزي ما قال الخليقة كلها تسبح مجد الله، الطيور والنباتات والأنهار والأمطار، الطبيعة حوالينا رسالة مفرحة لينا من الله وتبارك اسمه. لكن هيحصل عمل أكبر من الطبيعة الخارجية، هيحصل عمل قوي جدا بين رعوث وبوعز. تعال نشوف في إصحاح 2. وكان نعمة ذو قرابة رجلها جبار بأس من عشيرة آل مالك اسمه بوعز. وبوعز بالعربي كده بالبلدي معناها أبو العز أو أبو المجد. والمسيح هو مجد، مجد الآب. يقول كده الآب لم ينظره أحد قط، الابن الوحيد هو خبر وقال له مجدني بالمجد الذي كان لك عندي لي عند قبائس عالم. و المجد الله في أعواد السماء مصر، مسيح هو المجد، هو أبو العز، هو أبو العطاء، هو الأمجاد كلها، هو كل فرح وكل غنى في العزيز الكريم الممجد. افتح يوتا الأبواب الدهرية وليدخل ملك المجد. من هو ملك المجد؟ الرب العزيز القدير القوي الجبار في الحروب، هو ملك المجد. فبوعز اسمه بيشير إلى المجد بتاع يسوع. فقالت رعوث المؤبية لنعمة دعيني أذهب إلى الحق وألتقط سنابل وراء من أجد نعمة في عينيه. جميل الآية دي، عاوزة تلتقط. طبعا حضراتكم عارفين إنه الشريعة كان فيها جزء يختص بالغريب والأجنبي والضيف. لما كان يزرعوا كانت أركان الحقول تترك لليتيم والأرملة والغريب والضيف، وكان لم يلتقطوا اللي يقع على الأرض ما يتخدش برضو للغريب والأرملة واليتيم والضيف. وهنا شريعة الله فيها جزء رحمة رهيب ورائع لكل الناس. فهي رايحة متغربة وجاية وعاوزة تلاقي نعمة لحد يقبلها تلتقط. يا ترى مين النعمة اللي قبل الخطاة والبعاد والأمم؟ هو وحيد يسوع المسيح. يقول عنه إله كل نعمة، إله كل نعمة اللي دعانا لمجد الأبدي في المسيح يسوع. رسالة بطرس أصح 5 عدد 10 عدد 11 أنا آسف، روعة. إله كل نعمة يدعو الكل، ويدعو الضعيف واللي جاي من بعيد واللي أممي واللي ملوش في ربنا خالص، هو يدعوه عشان يبقى له نصيب معاه. وجدت نعمة ودخلت في حقل بوعز. تعال نشوف حصل ايه.
فقالت رعوث المؤابية نعمة: اذهبي والتقطي وراء من أجد نعمة. عدد 3. فذهبت والتقطت في الحقل والحصادين، فاتفق نصيبها في قطعة حقل بوعز الذي من عشيرة آل مالك. اتفق نصيبها في حقل بوعز. ممكن تكون في نظرنا دي جات صدفة، لكن الله عنده ترتيب لكل واحد فينا، وإشارات وعلامات ووسائل عشان يدخلنا الحقل بتاعه، عشان يدخلنا المنطقة بتاعته، عشان يدخلنا في الكارما بتاعته. كان بيلف الصبح يقول تعالوا اشتغلوا في كارمي لغاية الساعة 11. كان نفسه يجيب ناس وجاب ناس ودخلوا في الحقل. ساعات كتير مننا بحس انه انا سمعت الكلمة دي صدفة، او حضرت درس الكتاب ده صدفة، او القداس صدفة. نفسي كل واحد فينا كده يعني يقولوا ايه يا يصفي مداخل حواسه، عينيه وودانه ولسانه، عشان كل ده يختتن، يعني ينضف كده ويسمع الكلام اللي بيخليك في نصيب مع الله. فإذا ببوعز قد جاء من بيت لحم، واضحة زي الشمس، بوعز من بيت لحم، والمسيح ولد من في بيت إيه؟ لحم. يعني إيه بيت لحم؟ يعني بيت الخبز، يعني هو الشبع. كان في جوع، خرجوا، حصل، افتقد الرب بيت لحم، رجعوا تاني على بيت لحم. نفتكر الابن الضال كان من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك إيه؟ جوعا. مسيح مشبع بوعز. وقال الحصادين: الرب معكم. بوعز جميل، جاي بالبركة، جاي بيقول لهم التحية الجميلة: الرب معكم. في القداس الرب مع إيه؟ جميعكم. في مين؟ في المسيح بالروح القدس. من القداس بيسموها الآباء تحية الثالوث الأقدس للكنيسة: الرب مع جميعكم. أو محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة، فلتكن مع جميعكم. عمانوئيل: الله معنا، الرب معكم. فقالوا له: يباركك الرب. وهنا نبارك ربنا على صفاته وأعماله. كلمة مبارك إفلوجيتوس، إفلوجيتوس كلمتين. أول حاجة إف دي معناها حسن، يعني كلام حسن. لوجيتوس جاء من لوجوس، كلام، يعني حسن الكلام، حسن التسبيح، حسن الإكرام، حسن الشكر لله. ده مبارك الله. يباركك الرب. فقال بوعز لغلامه المتوكع على الحصادين: لمن هذه الفتاة؟ فقال غلام الموكع على الحصادين وقال: هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمة من بلاد مؤاب. وقالت ورعوث أصح 2، وقالت: دعوني ألتقط وأجمع الحصادين. فجاءت ومكثت من الصباح إلى الآن، قليما ما لبثت في البيت. وهنا السؤال: لمن هذه الفتاة؟ الله بوعز بيتعرف على الجداد، بيعرف مين اللي جابه ده، زي بالظبط ما دخل وقال من لمسني، زي ما دخل وعينه على زكا، وزي ما بيعد علينا ويسأل انت فين وانت مين وانت رايح فين، ويا ترى ايه اللي جابك عندي النهاردة، يا ترى ايه اللي جابك الكنيس، ايه اللي جابك الاجتماع ده، انت جاي لمين. وانا نفسي اقول كلمة بصراحة، انه اذا كانت رعوض جاية تاخد اكل، فبوعز حول التحويلة الكبيرة من الأكل عليه. هو الأكل، هو الشبع. اوعى تحضر اجتماع أو تحضر كنيسة وما تاخدش المسيح. انت حضرت أي حاجة غير انك أكلت. هو محضر لك في اليوم ده زي ما كان محضر لها كل الخير لرعوث. فقال بوعز لرعوث: ألا تسمعين يا بنتي؟ كلام جميل.
كلام رائع يا بنتي. راحت على طول كسر الحواجز وقال لها انت بنتي، زي ما كده يقول في أفسس 2: لستم بعد غرباء ونزن بل عامة القديسين وأهل بيت الله، لا أعود أدعيكم عبيدا بل أبناء. سبق فعلنا للتبني بيسوع المسيح لنفسه. يا بختنا وإحنا أولاد لله ندعى، أو انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. إحنا أولاد لله، أولاد وبنات. يا بنتي ربنا بينده عليك، يا ابني أعطيني قلبك، يا بنتي أعطيني قلبك، يا بنتي تعالي وخشي وخشي في الكرم، خشي في الحقل بتاعي. فقال بوعز لرعوث: ألا تسمعيني يا بنتي؟ لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، وأيضا لا تبرحي من هنا بل لازمي فتياتي عيناك على الحق الذي يحصلون، واذهبي وراءهم. ألم أوصي غلمان بألا يمسوك؟ وإذا عطشتي فاذهبي الآنية واشربي مما استقاه الغلمان. ده مش بس أقول لها يا بنتي، ده بيوجهها، بيحطها ناحية ناس حواليها يسندوها، فتياتي عاوز يحافظ عليها. زي المسيح كده، لما كان بيحفظ كل من يدخل إليه، من يقبل يخرج خارجا. وزي ما داود قال له: أنت محفوظ عندي. أبياثار قال لداود الملك كده. المسيح عاوز يحفظها زي ما حفظنا فيه، محفوظين فيه في رسالة يهوذا، يقول كده. فيديلها كمان مية، عاوز يشربها. بص اللي جاية: فسقطت على وجهها وسجدت على الأرض، قالت: كيف لو كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة. ده النعمة دي، يا ما ناس بتستسخر تستخسر آسف إن ربنا يبعدوها بنعمة، يا ما ناس بتحاول تدفع تمن النعمة. نعمة الله ليس لها تمن، نعمة الله تقبل، بس لما تقبلها تعمل زي سقطت على وجهها من كتر الشكر، من كتر التمجيد. مسيح قبل المرأة الكنعانية وهي غريبة، وقبل اليهود وهم متغربين عنه حتى ما عارفين، وغرب وقبل قائد المئة. هل أنت غريب عن الله؟ لو غريب النعمة هتجي لك عشان تبقاش غريب، بس لو النعمة جات لك وجات لنا لازم نواجهها بالسجود والسقوط أمامه من فرط النعمة وفرط البركة. شوفوا هي كانت في بالها راحة تلتقط، هتلاقوا بوعس كل شيء عمال يديها أكتر وأكتر، زي ربنا يسوع المسيح كده لما دعا التلاميذ. ما كانش حد في باله أبدا القصة أنهم هيكونوا هامات الرسل، هامات الإيمان، لكن هو كبرهم، كبر وبيكبر فينا كل يوم عن يوم. فأجاب بوعز وقال لها: إني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك، حتى تركت أباك وأمك وأرض مولدك وسرت إلى شعب لم تعرفيه من قبل. وهنا المسيح كل واحد ساب حاجة عشان ربنا، ربنا مش هيسيبه. قال لهم كده: كل من ترك أبا أو أما أو حقلا أو حقلا من أجلي هياخد أضعاف في الزمان والاضطهادات، هياخد أضعاف، هيعوض. ورعوث عوضت، وبوعز عوضها، زي ما ربنا بيعوض كل واحد ترك شيء عشانه، المسيح بيعوض المعوض. بني يقول لها: ليكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحيه. مبارك الرب، ليكافئ الرب عملك ليكن أجرك إيه؟ كاملا. الله لما يدي أجر ماله كامل. مين أجرة الله لينا؟ المسيح.
فاكرين المثل بتاع الأجرة؟ اللي جه أول ساعة أخذ دينار، واللي أخذ 11 أخذ دينار، ولما اعترض قالوا أنت مالك عينك، أنا عاوز أديله، هو أنا لا بتجزأ ولا بتفصص، هو أجره كامل. وعطاء الله للإنسان كامل في المسيح يسوع، ذبيحة كاملة، دم كامل، جسد كامل، عطاء كامل. الله ما بيقدرش يفصل نفسه، الله بيدي الكل كاملا ما يتجزأش. وبعدين يقول لها لكي عشان جيت تختبئ تحت جناحي. فاكرين الآية؟ كم مرة أردت أن أجمع فراخ كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريده. فلما الدجاجة تجمع فراخها تحس أن الدجاجة والفراخ بقوا حاجة كتلة واحدة. والمسيح كده يجمع أبناء المتفرقين إلى واحد ليكونوا هم واحد كما أنا وأنت يا الآب. الوحدانية، رعوث من بعيد ترجع تنضم لبوعز وللشعب، زي ما المسيح كده جه وضمنا كلنا لنكون واحد فيه، ليكون أجرك كاملا تختبئ تحت جناحيه. الكلام عطر، كلام رائع. فقالت ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي. أنا بيعجبني في رعوث عندها كده شهية روحية، زي التلاميذ اللي تابعوا ربنا كده، ومطح ما يروح هنكون موجودين معاك. الشهية الروحية دي تخلي الله يدي أكتر وأكتر. فبوعز المسيح عمل أكتر وأكتر. بص عمل إيه؟ فقال لها بوعز، لا، قالت له لقد عزيتني وطيبت قلب جاريتك، وأنا لست كواحدة من جواريك. لسه شك أن هي، أو لسه مش تخيل أن هي بقت دخلت خلاص. فقال لها بوعز، عند وقت الأكل تقدمي إلى هنا وكلي من الخبز واغمسي لقمتك في الخل. راح حطها على المائدة بتاعته، راح حطها على المائدة بتاعته وقال لها الخبز اهو والخل اللي هو الواين اهو، حطها على ترابيزته عشان تاكل معاه كمان. شوفوا الله يرفعنا ازاي احبائي. يقول الرافع البائس من المزبلة ليجلس مع ام اولاد فرحة. الله فرح الناس، مسيح فرح المنكسر والضعيف ورفعه وحطه على مائدته، زي ما بوعز كده حط رعوث على مائدته عشان تاكل معاه. الحاجة التانية الجميلة، فجلست بجانب الحاصدين. بص اللي جاي دي، فناولها فريكا فأكلت وشبع وفضل عنها. بإيديه بقى ناولها بنفسه. وهنا توزيع بوعز لكل واحد، ربنا بيوزع لكل واحد نصيب، والنصيب هو. فادلها بنفسه، طبعا أكلت وشبعت وفضل عنها. على طول تاخدنا لمعجزة إشباع الجموع، فأكلوا وفضل إيه عنهم. ودي حياة المؤمن مع المسيح، فيها شبع وفيها فضلة عشان خاطر تعطي أو تروح تدي الآخرين كمان. الله جميل، رفع عنهم 12 قفة مملوءة، ورعوث اللي جاية تلتقط النهاردة وكل طموحها وأملها حاجة واحدة بس، قعدت على الترابيزة وأكلت ونوالها إيه فريق. شوفوا المسيح بيعمل إيه في النفس. إذا كان بوعز عمل كده في رعوث، فيا ترى ربنا ازاي احنا نكون مفتقدين للنعمة دي وما ناخدهاش؟ ازاي انا ابقى رايح واقعد مع الله ومشبعش؟ ازاي ربنا فتح دي عشان يدي احبائي؟ بس اللي يقرا فينا اصحاح 2 هيلاقي
في عند رعوز حاجة اسمها الهمة الروحية. عد كده لوحدك كده كم مرة كلمة التقطي والتقطت. على طول هي رايحة من أكل الأكل، من أكل جعانة ربنا، طوبى للجيع والعطش بأنهم يشبعون. هاي كمان جميلة نكملها. ثم قام وتلتقط فأمر بوعز غلمان، أنا الحتة دي بتأثر فيها أو بصراحة قوي، قائلا دعوها تلتقط بين الحزم. أيضا هي كانت بتلتقط فين؟ على الاطراف. قال لها لا، تخش جوه وتلتقط بين الايه؟ الحزم. بص اللي جاية دي بقى، وانسلوا أيضا لها من الشمائل ودعوها تلتقط ولا تنتهروها. عيب قال ايه؟ بيقول لهم وقعولها بالقصد. وقعولها بالقصد عشان تاكل اكتر وتفرح اكتر. وده ربنا اللي بيوقع لنا من السماء عطايا. في الانجيل ينزلك، في الصلاة ينزلك، في الترنيمة ينزلك، وانت قاعد لوحدك ينزلك، في ظروفك ينزلك عطاء، في القداس على طول. اله العطاء، اله العطاء الجميل، رائع رائع. بوعز هو بيعطي بسخاء ولا ايه يعير. ورائع طبعا الاكبر ابو المجد يسوع المسيح اللي اعطانا كل شيء بغنى للتمتع. اعطانا المسيح نفسه، اعطانا نفسه، اعطانا كل ما له لينا احنا. مبارك اسمك يا رب اللي بتحول القصص الأليمة لقصص مشبعة، وبتحول الجوع اللي عند رعوث وعندنا لشبع بلقائنا ببوعز أو بالمسيح الحقيقي. فالتقطت في الحقل إلى المساء، صلوا كل حين ولا تملوا. أعكف على الكلمة في وقت مناسب وغير مناسب. أعكف، التقط، التقط كتير. لما تشبع كتير المناعة الروحية عندك تزيد، ونفسك وروحك ترتقي، ما تقبلش أي أكل. زي كده الابن الضال كان في حتة وراح أكل مع خنازير، لكن بعد ما رجع قال له اقعد كل مع العجل المسمن عشان تشبع وتاخد وتكبر، عشان ما تحتاجش من بره حاجة. أنا الشبع، بوعز المشبع. فالتقطت في الحقل إلى مساء وخبطت ما التقطته فكان نحو إيفة شعير. الإيفة يعني حوالي 5 لتر كده، عبود 5 لتر شعير بعد شبعها. فقالت لها حماتها أنا التقطت اليوم وأنا اشتغلتي، ليكن ناظر إليك مباركا. فأخبرت حماتها بما اللي اشتغلت معاه، فقالت لها مبارك على انها اشتغلت مع بوعز. 30 فقالت نعمة لكنتها مبارك هو من الرب لانه لم يترك المعروف مع الاحياء والموتى. وقالت لها هو ده رجل ذو قرابة لنا، هو ثاني ولينا. فقالت عوث المؤبية، ودي قصة رجع لها مرة جاية نقعد مع بوعز، انه قال لي انا لازمي فتياتي حتى يكملوا جميع حصادي. فقلت، قالت نعومي لرعوث كنتها أنه حسنا يا بنتي أن تخرجي مع فتياته حتى لا يقع بك في الحقل الآخر. فلازمت فتيات بوعز في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير وحصاد العنطة وسكنت مع حمتها. بقى خلاص بقى النظام بتاع رعوث كل يوم أن هي هتروح حقل مين؟ بوعز، وتلتقط. زي ما كان نفسي أقول حاجة، يعني الموضوع الكورنتين اللي احنا فيه والكورونا ده خلانا نقعد مع ربنا، أتمنى أكون نقعد مع ربنا أكتر. وده بصراحة ده النيو نورم، ده الأود نورم اللي ما كان مفروض يحصل من زمان، إن احنا يكون لنا قعدات مع ربنا عشان نشبع وعشان نلتقط أكتر وأكتر. يعني إذا كان الموضوع ده له أثار سلبية ربنا هيعديها، فأحد أثاره الجانبية هو علمنا كيف نلتقط من الله دايركتلي. أتمنى يكون ده بيحصل معنا.
احنا نكون فعلا بنذهب بنلتقط كل يوم من اكل ربنا في الكلمه ومن حلاوه ربنا ومن جمال بوعز المسيح الحقيقي. انا هاخد حته في اصحاح 3 والمره الجايه نكمل اصحاح 4. قالت لها نعمة حمتها، الآية دي جميلة: يا بنتي ألا ألتمس لك الراحة ليكون لك خير. أباء يقولوا أن نعومي في السفر دي الكنيسة اللي بتخاطب، بتقول لهم عاوزين راحة، عاوزين خير، عاوز ترتاح، عاوز تاخد خير. بص المسيح قال إيه: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري، نيري هين، حمل خفيف، فتجدوا راحة لنفوسكم. ثانية ما تقول مش ممكن يرتاح قلبك وانت بعيد عن ربك. لو كسبت العالم كله مش هيريح ايه قلبك. تعالوا إلي وارتاحوا. بوعز كان راحة لرعوث، وطبعا اندكت لنعمة. نعمة تقول لها روحي، عاوزة راحة؟ أيوة. عاوزة خير؟ شوفوا داود يقولنا بإيه: إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام إيه؟ حياتي. بصوا بقى نعمة قالت إيه لرعوث: فالآن أليس بوعز ذا قرابة لنا الذي كنت مع فتياته؟ هو ده يذري بيدر الشعير لله. يذري يعني كان بيفرق بين الشعير عشان الغلاف بتاعه يقع والحصاد يروح على مين. وبرضه ده في المسيح طبعا يأتي ورفشه معه، والحصاد والفصل بين الشكل والجوهر. المسيح بيعمل كده وبيعمل، وبوعز بيعمل كده كمان. راحت له، هو ذا يذري. هو على فكرة شوفوا، هي روحت تشتغل وبوعز ماله شغال، أبي يعمل وأنا أيضا إيه أعمل. هو ذا ينعس وينام حارس إسرائيل، كان يقضي الليل كله في الصلاة، ده ربنا يسوع المسيح الجميل. فقالت لها: اغتسلي، تدهني، البسي ثيابك وانزلي إلى البيدر. وهنا النفس لابد أن تتزين عشان تقابل الله. إيه بقى زينة النفس؟ الغسيل، المية، معمودية، دهن، مسحة، ثياب البر. بس فاضل حاجة كمان: انزلي إلى بيدر. بيقول لها: متى اضطجع اكشفي ناحية رجليه واضطجعي تحت رجليه ويخبرك بما تعملين. أنا دي هختم بيها روعة. شوفوا كل اللي حصل في الحقل شيء، وكونها تقعد تحت رجليه ده شيء تاني خالص. زي ما قال الكتاب كده على مريم: مرثا كانت مشغولة، مريم جلست عند قدمي يسوع لتسمع كلامه. دي مقابلة من نوع خاص جدا. في مقابلة مع الفتيات ومع الفتيان في الحقل، ده كنيسة الحاجة العامة، لكن مقابلة شخصية جدا. أنا من الحاجات، المرأة اللي لمست يسوع فقال: من لمسني؟ ونيقوديموس اللي جاب الليل عاوز يقعد معاه لوحده، ويوحنا اللي كان بيتك على صدره لوحده. وجمال يسوع اللي بياخد النفس عشان تسمع كلامه. يا ترى احنا النهاردة قابلنا بوعز، يا ترى بوعز ده لينا ولا هيفضل غريب عننا؟ يا ترى يسوع المسيح بالنسبة لك غريب ولا حبيب؟ وإذا كان حبيب، هل أنا فعلا ليا شركة معاه وشركة تحت أقدامه زي ما عملت رعوث المؤبية؟ النهاردة خدنا الجزء الأولاني من بوعز، وهنكمل المرة الجاية. نفسي نقرأ رعوث 1 و2 وثلاثة واربعة، كملوا مرة جاية. هناخد النقلة الأكبر بقى، إن بوعز هيرتبط برعوث، مش هيبقى بس علاقة كده،
متغربة، لكن هتتحد مع بوعز زي ما النفس مع المسيح وزي ما الكنيسة عروسة المسيح. نلم النهاردة موضوع بتاع بوعز الجميل اللي ما بينتهيش. خدنا التقابل بين بوعز وشخص ربنا يسوع المسيح، وخدنا النفس ازاي بتتوائم مع الله او الله بيدعوها وبيشبعها وبيملاها منه. ربنا يبارككم ويملاكم من ابو العز ابو المجد ربنا يسوع المسيح لما كشف الابد. امين.